عماد محمود محافظة أسيوط. أنا من أشد المؤيدين للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة الرئاسة القادمة، نظرا لكل المجهودات المبذولة الفترة اللي فاتت لمصلحة بالنسبة لمشروع حياة كريمة وبالنسبة للعلاج بتاع فيروس سي. وقعدنا نحسب يعني في مشاريع ضخمة كبيرة جدا جدا كلنا لمسناها، وأنا من أشد المؤيدين والمعجبين بيه. في مشروعات كتير أنا لو هنتكلم أو يعني على سبيل المثال وليس الحصر، يعني مشاريع حياة كريمة في القرى عندنا دي ظهرت في محافظة أسيوط، في الزرابي، في الساحل، الحاجات بشوفها بعيني يعني، وأنا شايف الصرف الصحي اللي اتعمل والمشاريع والمجمعات وكل حاجة، ده يعني فعلا خلى للمواطن حياة كريمة، يعني هو يقول إن أنا عايش حياة كريمة. وطبعا القضاء على الفيروس سي والمشاريع الضخمة اللي اتعملت للكباري والطرق، ويعني لو هنقعد العشوائيات، القضاء على العشوائيات اللي احنا شفناها للمناطق العشوائية والمساكن الجديدة، طبعا يعني ده اللي انا متذكره بس. هو طبعا في ما خفي كان اعظم، طبعا في مشاريع كتير جدا 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 ملموسة.